اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده في فقرتنا الاسبوعيه 8 الصبح موتورز نتكلم عن فلتر البنزين في العربيه، ايه اهميته؟ ايه اللي بيحصل لو الفلتر ده اتسد؟ وايه العلامات اللي تقول لنا انه فعلا محتاج يتغير؟ هنعرف كل المعلومات والتفاصيل مع زميلي العزيز معتز عاطف خبير سيارات. صباح الخير يا معتز. صباح الفل، ازيك؟ اهلا بيك. اخبارك ايه؟ صباح الخير يا معتز. ازيك يا اسماء؟ يعني من الحاجات هنكتشف النهارده في حاجات كتير جدا في الفلتر، بس قبل ما نكتشف خلينا نروح نشوف التقرير ونعرف الناس تعرف ايه عن الفلتر، ايه اهميته، ايه المشاكل اللي بنواجهها. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. أهميته حاجة كبيرة طبعا، تنظيف البنزين، تنظيف للبوابة، انجكشن، حساسات، بينقي البنزين اللي داخل الكربوراتير أو الانجكشن. فلتر البنزين بينقي البنزين لو في أي رواسب في التانك أو حاجة، يعني يعتبر نظام تنقية للمكنة، بيودي لها الحاجة اللي هي المطلوبة ليها. إن هو بيحافظ على العربية، وطبعا هو ده أساس العربية كله. ده مهم جدا، لما مشيت العربية ممكن يعطل منك في أي وقت ويوقفك العربية. ما تتحركش. عربية بتبرجل طبعا وتقطع بنزين وما بتبقاش مظبوطة. بتقطع معاك وتنتش في الصلانسيه الثابت. لو تسد مش العربية بتقطع معاك ما بتمشيش. يعني مدة الصلاحية بتاعته، تنظيفه أهم حاجة طبعا. عمر افتراضي، طول ما البنزين نضيف أصلا اعتبر الفلتر ما بيبص. ممكن يبوظ معاك بعد يومين ثلاثة لو خد رملة، خلص الموضوع. أنا مثلا كل ما تيجي تغير الزيت وتغير دورة الزيت وبتاع ده كله، بتبص أنت على فلتر الزيت وفلتر الجاز وبتبص عليه كله. والله حسب استهلاك البنزين بتاع حضرتك، إذا كان 92 أو 95، كل ما كان البنزين أقوى كل ما كان عمر الفلتر أطول. طبعا شكرا لزميلنا حسام الدين رضا لهذا التقرير. ونرجع بقى مره ثانيه معتز وتقول لنا ايه هو اصلا الفلتر بتاع البنزين. هو ده طيب. ده فلتر بنزين، بس ده فلتر بنزين خارجي. خلينا نقول فلاتر البنزين فيها داخلي فيها خارجي. ده فلتر بنزين داخلي، ده بيبقى راكب جوه التانك مع ترومب. قبل الترومب، الترومب بتسحب بنزين من الجزء ده والبنزين يعدي، هو ده اللي بينقي وده اللي بيتسد وده اللي بيبوظ. بس ده غالبا بيتغير في وقت الترومب، يعني في من عمر الترومب. ولو حصل فيه يعني فلتر عادي جدا. هو فلاتر البنزين زي فلاتر المايه بتاعت البيت، الموضوع بسيط خالص. بنزين بيعدي، الشوائب اللي فيه بتتنقى وتخرج للموتور، ما فيهاش اي شوائب. يعني اي شوائب كربون بيبقى جواه بعض انواع السفنج المقوى، بيبقى جواه بعض انواع الورق المقوى، بيبقى جواه ستانلس. بيختلف فلتر من واحد للتاني. المهم ان هو ما يعديش الشوائب الصغيره عشان ما تسدش الرشاشات او تسد الكربراتير، لان لازم الموتور ياخد بنزين بصوره منتظمه. أوكي. بضغط منتظم. طب وليه في اتنين فلتر؟ ليه عشان ده خارجي. ده الفلتر ده خارجي، يعني ايه؟ يعني بيبقى راكب في اي جزء من العربيه. في بعض الموديلات بيبقى راكب جنب العربيه تحت شمال، في موديلات تانية بيبقى راكب عند الموتور بعيد عن الشكمان في الجنب الشمال. بيبقى له مدخل ومخرج، بيخش له البنزين وبيخرج برضه، بيعمل نفس الوظيفه. ده الـ الاحدث، او ده اللي موجود في اغلب العربيات دلوقتي. يعني الاثنين موجودين في العربيات. طبعا بيختلف من عربيه لعربيه، وحجم الفلتر بيختلف. فيه فلتر ممكن يبقى قد ده مرتين ثلاثه، وفي فلاتر بتبقى من جوه الخامه بتاعتها مختلفه. يعني دي اشكال الصور دي، ده كل بقى الاشكال والانواع. دي اشكال كتير. البلاستيك ده هو الاقدم، وده اللي كان بيبقى فلتر الكربراتير، وده اللي كان بيتسد دايما على طول، وبنعرف ان هو باظ من شكله لان هو بيبقى لونه شفاف. لكن ده في الحقيقه ما بنعرفش من شكله ان هو اتسد، ده بنعرف من اداء العربيه. ايه بقى الكربراتير اصلا؟ كربراتير سؤال مهم. هو نظام الحقن بتاع البنزين القديم. يعني ايه؟ يعني ده الجزء اللي كان مسؤول عن ان هو يعمل الخليط ما بين الهواء والبنزين عشان يدخل البنزين للموتور. دلوقتي بقى الموضوع الاحدث اللي هو الرشاشات، الانجكتر. الرشاش بيعمل نفس الحكايه، ان هو بيدخل البنزين، بس في بوابه بتروح مدخله الهواء.
قبل كده الكربتير كان هو اللي بيعمل المخلوط ده او الخليط ده. بوابه بتسحب الهواء وهو يروح مدخل البنزين الموتور ويحصل الحريق بتاع الموتور. ايه اللي بقى اللي بيسد الفلتر وانه فيهم اللي بيتسد، الخارجي ولا الداخلي؟ الاثنين هما اللي بيسد الفلتر. شوائب اللي بتبقى موجوده يا في البنزين يا اما بعض الشوائب اللي بتبقى في التانك او بعض الترسيبات اللي بتحصل على مدار الزمن من تنكات العربيات. التانك العربيه بيتاثر من العوامل بتاعه البنزين والهواء، فبيحصل عادي جدا ان ممكن تانك يبقى فيه صدى، بيحصل عادي ان يبقى تانك فيه تراب شوائب. فالفلتر اهميته ان هو ينضفها. طول ما احنا بنمشي بتانك فاضي او طول ما احنا ما بنحافظش على موضوع البنزين بيحصل مشاكل كتير في الفلاتر بتتسد. اللي دايما ماشيين بتنكات فاضيه بيبقى عندهم مشاكل. اعرف ازاي ان انا عندي بقى مشكله في الفلتر بتاع البنزين او الفلتر مسدود؟ بصي، اول حاجه الدواره، لما تيجي تدوري العربيه وتطول في الدواره ده بيبقى احتمال كبير فلتر البنزين. بنسبه كويسه بيبقى فلتر البنزين، لان هو فلتر البنزين المفروض يدي بنزين على طول بضغط ثابت. فما بيبقى الضغط اقل احيانا كتير بيبقى فلتر البنزين اللي فيه مشكله. سحب العربيه، تنتيش، حيث عربيه اللي احنا نعرفه ده التنتيش. التنتيش ينفع يبقى وجهات، ينفع يبقى فلتر. التنتيش لما تيجي تجري غالبا بيبقى فلتر، لان بتبقى كميه البنزين اللي داخله مش كفايه، فالعربيه مخنوقه فتبتدي تنتش. لكن البوجي بينتش على طول، يعني من اول ما تدوري هي بتنتش. لكن الفلتر لو مسدود وانت ماشيه بالراحه ما بيبقاش فيه مشكله، اول ما تجري ما بيلاقيش كميه البنزين الكافيه فتبتدي العربيه تنتش. صوت الترومبه لو عالي الفلتر البنزيني يبقى مسدود. العربيه لما تحسي ان هي مش دايره مظبوط، بتعلى او توطى، بيبقى فلتر البنزين فيه مشكله. او البوابه، هم في التقرير في ناس قالوا ان فلتر البنزين مسؤول عن الهواء بتاع البوابه او عن البوابه، لا هو مسؤول عن البنزين فقط. سائل البنزين بيخش الفلتر ويخرج من الفلتر. طب لما يكون في عندي شك في الموضوع ده، في ناس كتير بتقول ان هو نحط اللي هو السائل اللي هو مش عارف المنظف المنظف ده له تاثير ولا المفروض اروح اغيره؟ لا، هو الفلتر ما بيتد لازم يتغير. ما ينفعش يتنظف؟ لا ما بينفعش يتنظف. يعني خلاص الفلتر ما يتنظفش. احيانا بعض الناس بيروحوا ماسكين الفلتر ده ويخبط عليه ينزل منه الشوائب، بس بتنزل بنسبه ضعيفه، فبرضه هو لازم يتغير. هل لو ريحه العادم بتاعت العربيه مختلفه او ريحه وحشه، هل ده معناه انه الفلتر فيه مشكله او مسدود؟ لو حريق العربيه مش منتظم ينفع يبقى فلتر مسدود. ليه؟ لان هو كميه، كل العربيات متبرمجه بكميه بنزين وهواء مع السبارك او بتاع الشرار بتاع البوجي. اول ما بيحصل خلل، الهواء يقل او البنزين يزيد او البنزين يقل، على طول حريق العربيه مش منتظم. عشان كده بنقول ان هي بتبقى واقفه مش مظبوطه، بتاع لو توطى بتتنتش نتش في المشي. ده له تاثير على مدى الاستهلاك طبعا. استهلاك البنزين بيعلى، هو اول ما بيحصل خلل في كميه البنزين او الهواء لمبه تشيك انجن بتنور على طول. يعني اول لما بيحصل اي حاجه لمبه تشيك انجن تنور. هو في الحقيقه اهم جزء في كميه البنزين اللي بتخش هو الحفاظ على المواتير. ده اللي الناس بس ما بتاخدش بالها منه. يعني فكره العربيه تنتش دي، ممكن واحد يقول لك دي تنتش وايه يعني مش فارقه. لا، كل التكنولوجي الجديده بتاعت العربيات التوربو بتحتاج كميه بنزين وضغط بنزين معين. لما البنزين بيقل احتماليه ان الموتور يتكسر عاليه بنسبه 80%. يتكسر من الشوائب؟ مش الشوائب، وبيتكسر من ضغط بنزين اقل وانت بتجري، فالعربيه ما بتلاقيش البنزين الكافي فبيحصل مشكله للتربوهات. فكل العربيات يعني الجديده احنا المعروف عندنا اعتقد ان هو يبقى الزيت، يعني تكسير موتور يبقى فيه زيت، لكن لا، من البنزين ما هو ممكن. الموتور بيتكسر لان حريمه ما بيبقاش منتظم، فبيحصل مشكله في الاجزاء الداخليه. البنزين مصدر لازم يبقى ضغطه مظبوط، ولازم يبقى جاي من الترومبه لغايه الموتور بكميه مظبوطه. هل اولا قد ايه عمره الافتراضي، وهل عمره الافتراضي بيتغير بتغير نوع البنزين اللي انا بحطه؟ يعني 95 مختلف عن 92 عن 80؟ اللي بيحط 95 غير بيحط 80. يعني انت لو انت استخدمتي عربيه المفروض تحط لها مثلا 92 وحطيت لها 80، كوني اكيد ان انت بتبوظي كل دايره البنزين بما فيهم الفلتر. فكره عمر الفلتر الافتراضي عمره بيتغير عامه في الصيانات تقريب، يعني كل صيانتين احيانا كل ثلاثه واحيانا كل صيانه واحده، حسب انت بتتعاملي مع البنزين ازاي. ودايما بنقول خلوا البنزين فوق نص التانك عشان يحافظ على الترومبه، ويحافظ لو في اي حاجه تبقى بعيده عن الفلتر البنزين، عشان دايما نضمن ضغط بنزين مظبوط للموتور يبقى ماشي مظبوط وحريقه مظبوط. طب ليه لما بغير الفلتر ليه العربيه بتاخد وقت عشان تدور؟ ده بياخد شويه بنزين. لما بتغير الفلتر ده بيبقى جواه هواء، فاول لما بنبتدي ندور العربيه بيبقى ده لازم يتعبها بنزين ويخرج من البنزين للموتور. فاول دوره بس
بيبقى الفلتر لسه ما عباش. دي لمبه تشيك انجن بتنور في اي حاجه. اي بنزين يزيد، اي بنزين يقل، اي هواء يقل، اي هواء يزيد بتتلكك دي عشان بتنور. ايوه كنت بنور عندي. هل انواع الفلاتر يعني نوع مثلا بيركب على اي عربيه، ولا في انواع معينه بتركب على عربيات معينه؟ بصي، في عربيات السباق بيبقى في فلاتر مخصصه لعربيات السباق، بنستخدمها حسب الحجم وحسب المصافي الداخليه. المصافي الداخليه بتختلف خامتها، ستانلس ستيل، من ورق مقوى، من اسفنج بفرق، يعني بيبقى ليهم اشكال كتير قوي. لكن فلتر البنزين الستوك او الستاند بتاع العربيه لازم يبقى مقاسه ثابت. ما ينفعش ان انا اصغر فلتر البنزين، لو كبرت فلتر البنزين ممكن ما يبقاش فيه مشكله. احيانا في ناس بتحط فلترين بنزين، بس ده في عربيات السباق برضو، مش في عربيات العاديه، لان احنا بنحتاج ان احنا دايما نضمن بنزين بيور 100% رايح للرشاشات، عشان ما يحصلش اي خلل، اي تنتيشه او خلل تساوي موتور، خصوصا في العربيات السباق عشان هي توربوهات. عشان كده بنقول كل الناس اللي بتحافظ او عايزه تحافظ على عربيات التوربو، تحافظ على ضغط البنزين، اللمبه تشيك انجن ما تبقاش منوره، فلتر البنزين والزيت، دول اهم حاجه. هو ليه زي يمكن ايه ما كانت لسه بتسال، هو ليه زمن معين لازم يتغير فيه، ولا اقدر اطول من عمره الافتراضي زي ما بيقول؟ لا، ما يعني انا ما بقدرش نقول نطول من عمره الافتراضي، لان في الاخر خالص هو قطعه مش غاليه قوي، فما تساويش ان انا اجازف بيها. لا، او بعد العربيات اكيد العربيه، كل ما العربيه تبقى قيمتها اعلى كل ما هتبقى غاليه. يعني فلتر البنزين في العربيات الاغلبها ما بين 100 و200 و300 جنيه، فده اللي ما يساويش، ده العربيات العاديه. لكن ممكن في العربيات الثانيه طبعا بيبقى اغلى بكتير، بس خلينا نقول ان انا مش عايز اجازف بعربيتي عشان خاطر يمكن يبوظ حاجه كبيره قوي قوي. موتور يعني انت فلتر يعني بنزين، يعني عربيه فلتر يعني بنزين لو ب 2000 جنيه 3000 جنيه، وموتور بتتكلم بقى ارقام ب 100000 ولا ب 200000، يبقى غير فلتر البنزين. الفلتر اللي معاك ده معدن صح؟ ده معدن. في انواع بلاستيك، ايه الفرق ما بينهم في الاستخدام؟ البلاستيك ما بقاش يستخدم قوي دلوقتي. البلاستيك كان ساعات زمان من السخونيه بيتاثر، تلاقيه يتاثر، بيبقى جواه ورق مقوى كده، وكان بيتصدى على طول، احنا كنا بنعرف. هو كانت مش الوحيده انه شفاف، فاول ما تبصي عليه بتعرفي ان هو اتسد. لكن دول للاسف ما بنعرفش، في طريقه بدائيه ناس بتعرفها ان هو بينفخ من هنا ويحس، لو لقى ان الفلتر مسدود هو فكه سهل يعني. سهل قوي. ما هو انت عندك ان واوت، فلو نفختي من هنا الفلتر السالك بتلاقي نفختي تحسي ان نفسك خرج على طول، ده تحسي ان انت زي ما كنت تنفخي بالونه مخنوقه. لكن ما بيبقى سالك بالهواء بيعدي منه، دي الطريقه الوحيده، او في بعض الاحيان بيروحوا عاملين الحركه دي. لكن ملوش صيانه مثلا، يروح يتغسل، يروح لا خالص. هو ما يستاهلش وجع الدماغ ده زي ما بيقولوا. يعني هو فكينا فلتر، غيرنا فلتر، وما فيش حد هيبقى عنده استعداد ان هو يقول طب انا هعمل له صيانه او انا هنضفه. طب الخارجي كمان بنغيره؟ الداخلي، ده الخارجي. الداخلي ده بيتغير لوحده، في حال ان انا يبقى في مشكله وتسد ممكن تطلع الترومبه وده يتغير لوحده ويتركب تاني، وبيبقى بنفس الشكل ده، لان هو بيسحب البنزين من هنا، وهو بيسحب الاول، لازم البنزين يعدي من دي عشان يجي المكان ده، فما بيسحب دايما بتلاقي الجزء ده بيتغير برده كل صيانتين ثلاثه. لا لا لا، ده بيقعد كتير قوي، يعني ده احيانا بيبقى من عمر الترومبه، يعني ممكن يقعد 30 40 50 الف، وممكن 100 الف. يعني ده بيبقى فكره. بس لو اتسد برضو يكسر الموتور؟ لو اتسد، وفي بس ده ما بيبقاش في العربيات المواتير العنيفه التوربو او كده، بتبقى فلاتر اكبر، بس ده لو اتسد هيخلي العربيه تنتش وسحبها وحش، وينفع تتسحب الترومبه وتغير ده لوحده، وبعد ما يتغير ترجع العربيه تاني طبيعيه ما فيش اي حاجه. طب برضو مره تانية، الزيادات اللي احنا بنحطها لها تاثير على الفلتر ولا لا؟ كل الاديتيفز او الزيادات اللي بتتحط احيانا بتساعد لتسليك الدوره، واحيانا بتفشل، يعني نسبه نجاحها في الموضوع ده ما هياش 100%، ما هياش 100%، هي بتسلك الدوره، بس ما نقدرش نقول ايه عندي رشاش مسدود. لكن ما تحافظش مثلا ان انا كل مثلا 3-4 تفويلات احط حاجه من دي، اقول لك انا بحافظ على الفلتر. انا اخر مره حطيتها من 15 سنه. 15 دي ناوي يديك طول العمر يا رب. طب نصايح بقى سريعه كده في الاخر. بنزين دايما الليفل او مستوى البنزين يبقى في التانك فوق النص، ده افضل حاجه حفاظا على الترومبه وحفاظا على كل حاجه. ست شتاء ونأكد على الصيف، لان انت قلت بالعكس هو بيبرد. يعني انا دايما بقول ان هو بيبرد البنزين. يعني في ناس بتخاف يقول لك في الصيف لا المفروض ما تحطش بنزين. طول ما البنزين مغطي جسم الترومبه، طول ما هو بيبردها، افضل ما تبقى الترومبه شغاله والتانك جوه هواء. دي نقطه مهمه قوي. النقطه الثانيه، الصيانات المنتظمه لفلتر البنزين بتحافظ على الموتور، يعني دي قولا واحدا ما فيهاش نقاش، للي عايز يحافظ على عربيته. في الحر بقى ما حدش يفتري في العربيات التربو برضو ويجري، لان الزيت بيبقى بيتاثر، واكتر حاجه بتحافظ على التربوهات والمواتير التربو ضغط البنزين والزيت.
احنا قلنا البنزين دلوقتي وانت كنت يعني من شويه بتقولي لي الزيت، الزيت مهم جدا وما يبقاش سخن، عشان كده دايما بنقول كونوا حنينين على العربيه. يعني ايه ما نفتريش، يعني الواحد في الحر ما يجري، ما يجريش. كل ما الجو بحر ما بجريش خالص، يعني برضه مفهوم او يعني الدارج اللي هو يقول لك لما تجري في العربيه تتهوى، الهواء يبقى كده ايه ايه عكس اللي انت تتهوى، بس تتهوى بطريقه ان انا مثلا ماشي خامس 120 فالار بي ام عدد لي فوت الموتور على 3 سرعه ثابته ونهدي لكن انا لو ماشي خامس 180 او 190 والار بي ام على 5 هي مش بتستهوى او مش بتتهوى، هي بتبقى